مرحبا بكم عندي، معكم أزهر خالدي. اليوم غنعرفكم على التشكيله ديال الجلابات اللي وجدت رمضان، اللي تقدر تلبسهم السيده في الايام العاديه، في الخروج ولا تكون ماشي على الخدمه. فوالا، نخليكم مع التشكيله تشوفوها. هاد الجلابة اللي كنشوفو دابا في صالة عندها، في صالة مخزنية، جبلية كتيفة الطايحين، فيها الخدمة ديال المعلم. اختاريت درت هاديك لاطوش ديال لابانتوغ باش تعطيها ان كوتي اوريجينال. هاديك لابانتوغ، هاديك بنيتها حجمانة بلابانتوغ ومنبتة تنبات بالبيرلاج. هادي حتى هي بالكريب، جبليه كتيفاتها طايحين. دخلت عليها حتى هي الخدمه ديال المعلم، واختاريت ندخل داك لو جون باش يتناسب مع فصل الصيف. هادي جلابة كيمونو، درت دخلت عليها التنبات، شوية ديال التنبات في بلاصة الخدمة ديال المعلم، درت التنبات ودخلت عليها حتى هي لابانتوغ. هاد الجلابة فصالتها عادية، عندها كتيفات مجموعين، فصالتها مختلفة على اللي شفنا قبل. الي سامبل، دخلت عليها غير الخديمة ديال التنبات بلا شواغوفسكي.